من اسطنبول ينضم إلينا مستشار الحدث للشؤون التركية طه عودة أوغلو. سيد طه أهلا وسهلا بك. تركيا، نتحدث عن موقف تركيا، دعمت الثورة الليبية، اليوم هي تستضيف ابن معمر القذافي منذ عام 2021. هل هناك كانت بالمرتبة الأولى صفقة بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية لاستقبال الساعدي؟ تحياتي لك في البداية ميس وللسادة المشاهدين. يعني من دون شك تتذكرين في تلك الفترة كانت هناك توترات ما بين تركيا وعدد كبير من الدول، وخاصة ما بين الأطراف الليبية، وبعد دعم تركيا في تلك الفترة لحكومة السراج والاندفاع التركية في تلك الفترة. لذا جاء يعني هنا استقبال الساعد في تركيا كما تعلمين، وكما هناك حسب المعلومات بأنه تم عبر هناك مسؤول في الخارجية التركية، تم التواصل معه واستقباله في تركيا، ولكن تم في تلك الفترة هناك تعتيم إعلامي. ولكن فيما يتعلق بسؤالك، يبدو أنه كان واضح هناك صفقة سياسية جرت ما بين يعني مؤيدين الثورة وبين النظام السابق، وخاصة فيما يتعلق بهناك إطلاق معتقلين في تلك الفترة. هناك مسار دخلت به تركيا، وكان هذا المسار يبدو بأن الساعدي هو أحد رموز هذا المسار أو أحد أبرز نقطة فيه، لكن لم يتحقق المسار بشكل كامل، خاصة لم يتم الإفراج عن المعتقلين التي تم المطالبة بهم. لكن على كل الأحوال عادت الأمور كما تابعنا خلال العامين الماضي، هناك الأوضاع تحسنت، وبعد هناك أن نسجت علاقات تركيا مع كافة الأطراف الشرق والغرب. طيب. لذا يعني يبقى، ولكن يبقى موضوع الساعدي كان غائبا تماما عن الأضواء في الفترة الأخيرة،